حين أسلمك ونحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك بالقطعتين من النحاس مثل يهوذا نسلمك ونحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك بالقطعتين من النحاس مثل يهوذا نسلمك ورمها ارحمني يا الله. أمسيت صلاة مرتلة أقامتها مطرانية الأرمن الكاثوليك في كنيسة الصليب في حلب. نحن عاملين الأمسية اليوم على نية الضحايا والزلزال اللي صار وبمناسبة الصوم الكبير. هاي الأمسية عملناها لحتى الناس تصلي، هي عم تصلي، وفي عنا مقولة بتقول من رتل صلى مرتين. إن شاء الله نكون إخفاف ولطاف اليوم، مقدمين مجموعة من الترانيم للعملاق وديع الصافي، للست جمانة مدور وللأستاذ نزار فارس. نتمنى كتير كتير أنه ترجع البسمة والفرحة لقلوب كل السوريين. الأمسية قدمت مجموعة تراتيل على نية ضحايا الزلزال الذي حل بعدد من المحافظات السورية ومنها حلب. جينا اليوم لحتى نحيي هاي الأمسية اللي هي بعنوان ارحمني يا الله، لأنه نحن بهاي البلد المنكوبة بحاجة كتير كبيرة لأنه نحن نصلي ويكون عنا هذا الرجاء والسلام مشان نقدر نعيش بهذا الوضع الصعب. فما عنا شيء نحن غير هو الرجاء بالله، ونكون دايما مع الله مشان نحن نقدر نضل نحارب ونكافح مشان نقدر نعيش بهذا البلد. طبعا نحن اليوم جايين بكنيسة صليب نعمل أمسية بفترة الصوم، والوضع الصعب اللي عاش حلب والجمهور والشعب لازمون هي الصلاة، مشان كلياتنا نصلي من أجل هالولاد، من أجل هالعالم اللي لساتهم ما عندهم بيوت. إن شاء الله تكون أمسية رائعة اليوم. حضور كبير خلال الأمسية التي خرجت بصلواتها وأمنياتها لتكون صبرا للعائلات التي فقدت أبنائها وبلسما للعائلات التي خسرت بيوتها. أنس رمضان، الإخبارية السورية.